وبعدين نلاقي طاعة يوسف الجميلة. طاعة غريبة قوي طاعة يوسف. ده يوسف ده تمرمط. ده احنا ناخد الحتة دي في نقطتين دول، خدها مش نقطة واحدة. في نقطة طاعة، احنا أربع مرات نشوف الملاك بيظهر له ويكلمه سواء برؤى أو بأحلام، وكل ما يحكي الملاك يقول حاجة يقول له حاضر. طب أنت بتقول لنا ابن الله من الروح القدس، طب هو ابن الله ده ما يحافظش على نفسه من هيرودس يخليني أتمرمط وسافر من بيت لحم إلى مصر؟ يا الطريق سهل، ده صحرة كلها وفيها أخطار وفيها تعب وفيها كل حاجة. بس الحقيقة مثال لنا في الطاعة، ولم تكن طاعة موسى فقط طاعة للملائكة ولكن أيضا طاعة لكل حاجة. يعني أول حاجة طاعة الكهنة في اختياره، طاعة هنلاقي طاعة، طاعة للكهنة في اختياره أنه يبقى مسؤول. أنا بقارن كده يوسف النجار بالنهاردة، لو واحد عايش في وسطنا كده من الحاضرين معانا، يعني الخدام الكبار قوي الحلوين قوي، وبعدين جي أخوه أو أختها في الصعيد وقالوا له بنتنا دخلت سنة أولى جامعة ومحتاجين تعيش شوية لحد ما نلاقي بيت للطلبة. قرنه دايما يوسف النجار هيعيش مع فتاة ونادرة البتولية. خلي بالكم بقى، لو أخوك قال لك ممكن تخلي بنتي عندك لحد بس نلاقي مدينة جامعية ثلاثة الترم الأولاني بس، هتعول الهم قد إيه وهتفكر مليون مرة، يا ده أنا حابب مسؤول عن دخولها وخروجها، ولو جابت نمر وحشة، ولو سهرت بره البيت وسلوكياتها بره، وهتقعد ممكن تهرب من هذا الموقف بكل الطرق، انك شايل هم كبير قوي ان هيكون عندك بنت في البيت ما هياش بنتك ومش هتقدر تأمرها زي باباها. اي حد فينا هيعاني من حاجة زي كده، مش هياخدها مش هيقبلها بسهولة. يوسف النجار مطيع، خد الفتاة دي خليها عندك احتفظ بيها عندك وخلي بالك منها، يقول حاضر. فطاعة الكهنة لما اختاروه اصلا لرعاية مريم، طاعة القديسة العذراء مريم لما قالت له أروح لأليصابات، واحد بقى ومراته في حمل ورايحة مشوار صعب ملوش لازمة، طب وإيه لازمة إنك تروحي دلوقتي؟ ده أنت في بداية الحمل، بلاش الحماسة الزيادة دي. الخدمة برضو لها حدود، والخدمة يعني برضو ربنا قال نكون حكماء ولازم يكون عندنا حكمة. طب وأنت لما تعي وتتعب هيحصل لك إيه؟ وليه تروح تخدمي أختك ولا قريبتك ولا فلانة ولا تنزيل الخدمة بتاعتك أصلا؟ برضو مطلوب الحكمة، صحتك على قدك وخليكي وانت لسه صغيرة وفتاة صغيرة وحامل. تقول له عايز أروح لأليصابات، حاضر روحي. حتى البلد تقول في اكتتاب وهيروحوا يسافروا من بلد لبلد، حتى طاعة القانون أيضا وطاعة البلد يقول حاضر. مش أنا ظروفي لا تسمح، مش لازم أنا أروح دلوقتي بناقص يعني أن أنا أروح أسجل اسمي والكلام ده كله ملوش لازمة. حتى القانون في طاعة، طبعا طاعة للملائكة، طاعة للناموس، الختان والتقديمة في الهيكل والذهاب لأورشليم في عيد الفصح، كل دي طاعة نليها في حياة يوسف. طاعة جميلة قوي تدينا مثل لكل خادم وخادمة، كيف أطاوع الكل، كيف أكون إنسان مطيع وخاضع للكل.